مخلفات غذائية يتم تحويلها إلى أسمدة عضوية بسواعد كويتية. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لفريق أجريفيج الشبابي الكويتي والذي لم تتجاوز أعمارهم 18. الفريق يرعى مشروعا مبتكرا يساهم في إنقاذ البيئة ودعم المزارعين عن طريق تحويل مخلفات الطعام وفائض الأغذية يوميا إلى سماد خالي من الروائح الكريهة وتربة غنية. مشروع تدوير النفايات سيشارك به الفريق في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية للشباب رائدي الأعمال المقامة في القاهرة في 20 و21 من نوفمبر الجاري. فبمشاعر التشجيع والفخر المستخدمون تفاعلوا مع خبر مشاركة الفريق مقدمين لأعضائه الدعم المعنوي مؤكدين على أهمية المشروع وواقعيته وتناسبه مع احتياجات المستهلكين حول العالم. دعينا الله تعالى لهم بالنجاح والتوفيق.